السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم شيوات مع حبيبة، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نشارك معكم بسبوسة بلا بيض، كتجي زوينة بزاف خفيفة. غادي نخدموها بهاد الفينو هذا. غادي نحتاجو ليها، عندي جوج كيسان ديال الفينو، ممكن نزيد واحد المعلقة ولا زوج، اولا نكتفي بهذا القدر على حسب الفينو اللي عندي. عندي كاس ديال الماء، كاس ديال البن اللي ممكن انكم تعوضوه بالحليب، ولكن الا درتو الحليب ديروا غير كاس لارو، ما ديروش كاس كامل لانه كيكون خفيف. دغيا كتشربوا لينا هذه البسبوسه وما غاديش تجيكم طالعه. درتو الحليب ديروا كاس لارو، درتو اللبن ديروا كاس. عندي هاد نص كاس ديال السكر، مازال غادي نزيد الحلاوه الفوق. عندي نص كاس ديال الزيت، عندي جوج خمارات حمرين. والمهم في هاد البسبوسه هادي هو هذا القشره ديال الليمون، درتها هنا. غادي ندير رشيشه ديال الملح بطبيعه الحال. صافي، هنا بسم الله، هنا عندي القشور ديال البرتقال. غادي نزيد هاد نص كاس ديال السنيده، نص كاس ديال الزيت، غادي نزيد الماء، الماء عادي من الروبيني. غادي نزيد كاس ديال اللبن، هذا اللبن خاطر يكون جديد البنات، هو هذا اللي كيتباع في الخنيشات. الا كان هذاك اللي جاري راه حتى هو كنحسبوه بحال الحليب، كنديرو كاس لارو. اولا في الاخير الا جاتنا هذه شويه خفيفه اكثر من القوام اللي غادي تشوفوا معايا، كتزيدوا ديك معلقه ولا جوج ديال الفينو. صافي، هنا غادي نطرب كلشي مزيان حتى كيتخلط لي هاد المكونات هادو، وغادي نتلاقاو. صافي، هنا بعد ما طربنا كلشي مزيان، هنا غادي ناخذوا هاد الفينو هذا. سمحوا لي البنات على الضجيج. هنا غادي نضيف واحد المعلقه ديال الزيت على داك الفينو، غير معلقه كبيره غير باش نبسبسوها بحال هكا. ها هي، صافي، غادي نحلو بهذا الفينو هذا باش ما تجيناش ديك البسبوسه معجنه. ما كنخلطوش كلشي في الخلاط، ضروري من هذه العمليه هذه، والفينو يكون داك الممتاز اللي تيكون حرش. ما ديروش اي فينو كان عندكم، ضروري من هذا باش كتجيكم البسبوسه حرش، راه تيكون تقريبا بحال السميده غير هو رقيق. كتجيبي هذه البسبوسه هذه خفيفه. صافي، هنا غادي نضيف عليها هاد جوج خمارات حمرين. صافي، هكا غادي نخلطهم بحال هكا. من هنا نخلطهم بيدي غير باش كتلبس لي هذيك. بالنسبه اللي بغى يدير الفاني، راه ممكن انكم ديروا الفاني مع داك الخليط الاول، انا ما متوفرش عندي، ما درتوش. وفي نفس الوقت راه دايره الليمون، اللي ما عندهاش البرتقال وما بغاتش تنسم بالفاني ممكن انا دير ديك الساشيه ديال زهره البرتقال. صافي، غادي نخوي هذا الخليط هذا بلا ما يحتاج نصفيه، واخا فيه دوك الطريفات ديال البرتقال راه كيجيو زوينين ملي كيطيب الكيك ديالنا. صافي، هنا غادي نخلط. هذا هو القوام ديالها، راه داك جوج كيسان ديال الفينو راه كافيني. اللي بغى انه يزيد الكاكاو يزيدو، يزيد غير معلقه ولا ينقص واحد المعلقه ديال الفينو ويزيد بلاصتها داك الساشي ديال الكاكاو، كتجي زوينه. اللي كيبغي انه يدير البسبوسه بالكاكاو، انا هنا فضلتها بالليمون. ندهنو مزيان باش ما تلصقليش. بالنسبه للبسبوسه راه ما كتبغيش هذيك خفيفه، شي لاطه خفيفه، ضروري تكون ثقيله باش كتجيكم البسبوسه طايبه على خاطرها وتجي مفشفشه. كنبغي نشارك معكم بحال هذه الوصفات، واخا صراحه القناه ما فيهاش المشاهدات ما فيها، ولكن صراحه ما كنسخاش. مره كنبغي نخطف هكايا شي وصفات
يكونوا خفاف ظراف ويكونوا في المتناول الجميع، تيكونوا بساطين بحال هكا تتبغي ديري شي غوتي. هنايا راه هاد السميده ولا هاد الفينو هذا راه درته في داك الكاس اللي فيه الزيت وخلطته مزيان بحال هكا، ما تضحكوش عليا. ها هو غير باش ما نروش على التاني. المهم صافي، هذا هو الخليط ديالي، غادي نحاول نخلطه بحال هكا باش كنتاكد. ها نتوما ها شوفوا كيفاش كتجي، راه كتجي خفيفه ما فيها لا بيض لا زبده لا والو. حتى داك اللبن اللي ما عندكمش راه تقدروا تعوضوه بالماء مع واحد المعلقه ديال الخل في الاخر، اولا الا ما كانش عندكم الخل كديروا المعلقه ديال عصير الليمون الحامض ماشي الليمون عادي. وبطبيعه الحال فيها هاد الليمون هذا راه كيزيد كيخمر لينا ديك البسبوسه، راه كتجي واحد البسبوسه ما طلعش بزاف وفي نفس الوقت كتجي زوينه. صافي هنايا ها هي، حنا انا غادي نديرها في الفران ديال الضو، غادي نشعلو على 180 درجه على التحت، وكنبعد شويه اللاطا لان تتكون العافيه شويه زايده باش كطيب عليها، لا خاطرها وحشه ما تخطفش لي في الطير. حتى كنحس بها بدات كتحمر في الجناب كنشعليها من الفوق حتى كتحمر وكنخرجها، وغادي نشارك معكم داكشي اللي غادي نسقيها بها. ها هي البنات البسبوسه ديالي بعد ما طابت خرجتها من الفران، ها كتجي رطبه. هنا غادي نسقيها بالسيرو، هنايا درت راه كيغلى عندي هنايا في السيرو نص كاس ديال السكر، كاس الا ربع ديال الماء، وقشور ديال الليمون البرتقال، وغادي نديرهم كيغلاو حتى كيعقد الخليط عاد باش غادي نسقي به البسبوسه ديالي. ها هو السير البنات راه وجد راه خاطر، واخا تيبان لكم بحال هكا. ها هو غادي نتسنى يبرد عاد باش غادي نسقي به البسبوسه ديالي. صافي هنا غادي نسقيها بهذا السيرو هذا بحال هكا، السيرو راه خاطر. كتجي زوينه بالمذاق ديال الليمون الكوف، حتى الناس اللي ما تابعوش ريحه الضيف هكا يا فهمي هذا الشيء ديال الكيك كتجي زوينه. انا يلا سقيتها خليوها شويه تبرد، زيت تبرد مزيان وتشرب داك السيرو. انا غير باش نوريكم الشكل ديالها، هي راه كتجي خفيفة زوينة. هي البنات شوفوا راه مازال تشرب السيرو، هنا غادي نغطيها بالسيلوفان كنخليها راه كيرجع ليها داك الصوت. هنايا راه ماشي قاصحة زوينة بزاف، هي والله إلا كتجي زوينة لا بيض خفيفة المكونات ديالها يعني في المتناول زوينة لذيذة.